كان يا مكان في قديم الزمان، مثل ما ورد في القرآن، نبي اسمه سليمان، قد ورث عن أبيه النبوة والهيلمان. ثم دعا الله أن رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فاستجاب الله لهذا الطلب الأناني، وسخر لسليمان الجن والحيوانات والطيور والحشرات، وقام سليمان بتعذيبهم إذا حاولوا الامتناع عن أوامره. ولكن رغم هذا الملك لا ينبغي لأحد من بعده، فالذي ورد في القرآن عن إنجازات سليمان يعتبر تافهاً بمعايير اليوم الصناعية. فنجد القرآن بكل سذاجة يقول مثلاً: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، وهي أشياء يمكن لفرد اليوم أن يقتنيها دون حاجة لجن ولا لملك لا ينبغي لأحد من بعده. مما يفيد أن قصة سليمان غير إلهية، وهي مختلقة متوارثة في ظل مفاهيم عصور بدائية ومحدودة الإمكانيات. يذكر القرآن مواقف طريفة، مثل موقف النملة التي قامت بتنبيه النملات الأخرى بمقدم سليمان وجنوده حتى لا يحتموهن، مما جعل سليمان يتبسم. ومن عجائب هذا الموقف حاسة السمع لدي سليمان، الذي أمكنه استماع صوت رقيق من بعيد. فيبدو أن لسليمان قدرات خارق العادة، مثل سوبرمان. وحسب بعض الروايات، صوت النملة قد حملته إلى سليمان الريح، فهي تجري بأمره وكان يستخدمها كيفما يريد. فيقال أن لديه بساطا ضخما يركب عليه ويأمر الريح بأن تنقله من مكان إلى مكان. موقف آخر أطرف، حيث كان سليمان يستعرض جنده من الحيوانات والطيور، فافتقد الهدهد ووجد مكانه في الصف خاليا، فترك الملك القوي كل شؤون مملكته العظيمة وتفرغ لموضوع الهدهد المسكين، وأخذ يتوعده بالعذاب الأليم لأنه ترك مكانه العسكري واختفى. عند عودة الهدهد أخبر سليمان عن مملكة أخرى هي مملكة السبأ. وسليمان رغم ملكه واستخباراته الجنية وسفاراته ووفوده مما لا ينبغي لأحد من بعده، لم يكن يعلم بأي شيء عنها. تخيل مملكة كبيرة يشارك في حكمها الحيوانات والجن فضلا عن البشر، وذات أثر إقليمي أقوى من أمريكا اليوم، ومع ذلك لا علم لها بمملكة مجاورة حتى أخبرها عن الأمر هدهد. وفورا سليمان يقرر إخضاع مملكة سبأ دون تردد، مثل حاكم طماع أهوج، ويعيد إرسال الهدهد برسالة تطلب من ملكتهم بلقيس الخضوع لحكمه. وأراد سليمان أن يتباهى ويتفاخر أمام بلقيس، فأمر الجن ليحضر عرشها وبناء قصر له أرضية زجاجية قبل ما تأتي هي. وبعد قليل من البهارات الدرامية، مثل كشف بلقيس عن ساقيها، تنتهي القصة باستسلام بلقيس لسليمان وخضوع مملكتها لسلطته. ولا ينقص هذه النهاية لتصبح هوليوودية إلا قبلة طويلة. وإن المرء لا يعجب كيف كانت السياسة الدولية آنذاك بسيطة، تحل قضاياها بهدهد وعرش وكشف عن ساقين.
موت سليمان لا يخلو من العجب بدوره، ذلك أنه كان على دابته متكئا على عصا يراقب الجن وهم يعملون، ومات على وضعه متكئا فلم يعلم الجن أنه مات، وظلوا يعملون خائفين من سطوته وعذابه. واستمر هذا الوضع العجيب أياما دون أن تهتز جثة سليمان ولا تحركت الدابة أو جاعت أو عطشت، حتى جاءت حشرة يبدو أنها ماركسية متمردة ضد برجوازية سليمان، وأخذت تأكل عصاه حتى ترنح وسقط أخيرا. فعرف الجن أنه مات وأدركوا أن الله ضحك عليهم بمقلب بسيط. وتوتا توتا خلصت الحدوتة. أنا لست ضد رواية الأساطير والأقاصيص الخرافية لتسلية، لكن ما أعارضه هو تبنيها كحقائق تاريخية. فلو كانت هناك مملكة لأمكن رصد أدلة أثرية أركيولوجية تشير إلى وجودها، سيما وأن علم التنقيب قد تقدم جدا وأصبح لدينا تاريخا موثقا عن كافة الممالك التي تواجدت في المشرق، مستندا على آثار عديدة تنتمي إلى ما قبل الميلاد، بينما لا نجد أثرا لهذه المملكة العظيمة ولا أثرا لذكرها لدي الممالك الأخرى. قد تبين أن قصة سليمان خرافية غرائبية تفتقد إلى المنطق فضلا عن الدليل المادي التاريخي. ولكن إذا سألت المسلم هل تؤمن بصحة قصة سليمان؟ تأتي الإجابة: ما دامت ذكرت في القرآن فهي بالتأكيد صحيحة. وهذه هي المأساة، أن يؤمن المؤمن بخرافة لمجرد أنها مذكورة في كتاب منسوب إلى الله، ويرفض أن يواجه الحقيقة.